الزينات عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر قم لا فلا جمعة له أنصتوا رحمكم الله أنصتوا وفقكم الله أنصتوا واسمعوا واطيعوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، من أعظم ما أعجبني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان جميع حديثه يعجبني وينير قلبي ويفرحني إذا قرأته، فإني أرى فيه كل حقيقة، وكلما قرأت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد إيماني بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لأني كلما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكدت من قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. كلما قرأت حديثه ازددت إيمانا أنه وحي يوحى من الله تعالى. وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكلامه صلى الله عليه وسلم من أبلغ وأعظم الكلام، لأنه وحي من الله، وإن كان على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هو رسول الله؟ ذلك القرشي، ذلك الذي تربى في أحضان بني سعد، فتشرب أعظم اللغة، وتشرب أفضل الكلام، ثم يؤيد بوحي من ربه. الله أكبر. من تلك الأحاديث حديث يسمى بحديث السفينة: ما أبلغك يا رسول الله إذ تعبر عن واقع المسلمين وعن واقع الخلق أجمعين في كل زمان ومكان، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي قبل 400,000 من الأعوام، ولكنه وكأنه يعيش بين ظهرانينا الآن. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، انظروا إلى هذا التعبير العظيم، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلى في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء، إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، وفي رواية لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا المجتمع الذي نعيش فيه، يشبهه بسفينة في بحر متلاطم من الفتن. سفينة لا تسبح في البحر، لا تعوم على سطح الماء، ولكنها تعوم في بحر من الفتن، فتن الحياة، فتن الأبناء والبنات والزوجات، فتن العمل، فتن غير ذلك، إنها فتن عظيمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، فتن عظيمة. والمجتمع في هذه السفينة يريد أن يمر عبر هذه الفتن وأن لا يغرق،
ولكن أهل السفينة ليسوا سواء وليسوا على شاكلة واحدة، فمنهم من لديه الحكمة والعقل وأعطاه الله الدين والإيمان، ومنهم من هو عاص ويريد أن يخرب بدلا أن يصلح ولو لم يعلم أنه يخرب. هناك المتقون وهناك العصاة الخارجون على حدود الله عز وجل. لن أشرح الحديث فشرحه يحتاج إلى 20 خطبة، ولكني أوردته من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، وعلى كل مسلم أن ينصح وأن ينصح، ولا خير فينا إن لم ننصح وإن لم نستمع النصح، وهذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي رواية أخرى صحيحة: وذلك أضعف الإيمان. لا شك أننا لابد أن نتناصح، لأن ركاب السفينة كما قلت قسم تقي يعرف ربه، وقسم عنده من الفساد ما عنده، ولا نختلف في هذا أبدا، فهذا ظاهر لكل أحد من الخلق. نتحدث اليوم عن القسم الثاني، عن القسم الذين هم في أسفل السفينة، عن القسم الذين ابتلوا ببعض المعاصي والرزايا والعيوب والبلايا. ماذا نفعل بهؤلاء؟ كيف نأخذ على أيديهم؟ كيف كانت طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ على أيدي هؤلاء الناس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنت تنصر أخاك في كل حال، سواء كان عاصيا أو تقيا مؤمنا. مرة سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العظماء، من أصحابه العظماء البلغاء، وكذلك زوجته أم الدرداء التي كانت تعلم الصحابة وتعلم التابعين، كما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: كان التابعون يقفون على باب بيتها بالساعات، تخرج إليهم وتحدثهم العلم وتعلمهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمشي فإذا به يرى رجلا من القسم الآخر، الذين يسكنون في أسفل السفينة، الذين يريدون أن يخرقوا السفينة من العصاة، ومعه قسم آخر من الذين يسكنون في أعلى السفينة يضربونه ضربا، فأقول: ما لكم وله؟ ما هذا؟ قالوا: لقد فعل كذا وكذا وكذا، أتى معصية، أتى فاحشة. فأراد أبو الدرداء رضي الله عنه أن يلقنهم ويلقننا جميعا درسا هو من أعظم الدروس، وعبرة هي من أعظم العبر. قال: أرأيتم لو سقط في بئر ماذا كنتم فاعلين؟ قالوا: كنا نخرجه ننقذه. قال: والذي نفسي بيده، إنه الآن أحوج إليكم من أن لو كان سقط في بئر. لا تعين الشيطان على أخيكم، لا بد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نغير المنكر، ولكن بالرفق واللين. نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لأن الله أمرنا بذلك، لأننا نحب الله والرسول، لأننا نريد أن يرفع الله شأن هذا الدين الذي أمرك
بتغيير المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أمرك باللين. أمر الله نبييه موسى وهارون وقد أرسلهما إلى أعتى كافر وأظلم ظالم على وجه الأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى فرعون، فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لفرعون نقول قولا لينا، فإن كان لفرعون يقال القول اللين فكيف لأخيك المسلم ولو كان عاصيا ولو كان مخالفا لك في الرأي ولو كان خارجا عن الطريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل العصاة أعظم معاملة، ولم يكن من هدفه صلى الله عليه وسلم أن يجرم أحدا من الناس ولو كان مجرما، ولا أن يجبر أحدا على الاعتراف ولو كان مجرما، بل كان صلى الله عليه وسلم يدرأ الحد بالشبهة. الحدود وهي أعظم وأشد ما في هذه الشريعة. يقول صلى الله عليه وسلم لحد واحد في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. يأتيه رجل ويقول يا رسول الله كما ورد في البخاري زنيت فطهرني، اعتراف، أجرم واعترف بجرمه، لم يشهد عليه شهود ولم يخبر عنه أحد فأمسكته الشرطة، ولم يسيء المسلمون الظن فيه، وإنما جاء وقال أنا زنيت فطهرني. والنبي صلى الله عليه وسلم حاكم الآن يقيم الحد عليه، يقيم عليه الحد. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى الذي يحاول أن يجعل المجتمع مجتمعا نظيفا بعيدا عن التهمة. لم يكن هدف النبي صلى الله عليه وسلم أن يجرم الناس أو أن يطلق عليهم ألفاظا هذا فاسق، هذا مبتدع، وهذا ضال، وهذا خارج عن الملة، وهذا مجرم، وهذا زاني، وهذا سارق. قال لعلك قبلت. النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يجد له عذرا، لعلك قبلت. يقول يا رسول الله زنيت. يقول لعلك فأخذت. يقول يا رسول الله زنيت. لعلك يا رسول الله زنيت. حتى قال له صلى الله عليه وسلم قولة لا أذكرها لأنها صعبة، قال له بكلامنا العامي اليوم أفعلت بها كذا؟ في البخاري أفعلت بها تلك الكلمة الفظيعة التي يعرفها الخلق اليوم؟ قال نعم يا رسول الله. فهل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عمل المحامي، يدافع عن الناس، وهذا هو الأصل، أن نحسن الظن بالمسلم ولا نخرجه من الطريقة ولا من الدين لأي علة من العلل، ليس هدفا في هذا الدين، فإنك لن تستفيد شيئا بإخراجه لو فسق أو كفر أو ضل، وإنما تستفيد إن أصبح مؤمنا صالحا تقيا على يديك. من دعا إلى هدى فله من الأجر، من سن سنة حسنة فله أجر وأجر عمل بها من يدرأ الحد بالشبهة. فقال لقومه أبه جنون؟ أبه جنون؟ قالوا لا يا رسول الله. انظروا إلى طبيعة معاملة رسول من الخلق، فليس من مهمات المسلمين أن يجرم بعضهم بعضا. وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل كما ورد في البخاري وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد وقع على زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أن هذا محرم علما قاطعا، حتى إنه لما جاء قال يا رسول الله هلكت. قال وما ذاك؟ وما بك؟ ماذا فعلت؟
قال وقعت على زوجتي وأنا صائم. يا فاسق، يا عديم الدين، يا مبتدع، يا ضال. لا، قال هل تجد رقبة فتعتقها؟ كلمات بسيطات. قال لا تعين الشيطان على أخيك، ما ترى عاصيا أو يأتيك عاصم وتقول له أنت وكذا والنار وجهنم وستنحرق الدنيا على أهدى. قال هل تجد من رقبة فتعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما متتابعة؟ قال لا أطيق. لا. قال هل عندك ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد حين جاء إلى رسول الله بوسق أو بعرق من تمر، مكيال من تمر، فقال أين الرجل؟ ولم يذكر حتى اسمه زيادة في الستر. أين الرجل؟ قال خذ هذا العرق من التمر فتصدق به، يطعم به 60 مسكينا. قال يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لا أجد بين لابتيها، يعني بين حرتيها، المدينة بين بركانين، المدينة المنورة من ذهب منكم إلى المدينة لها حرتان بركانان، يعني كان في قديم الزمان ولا زال حجارة سوداء من آثار تلك الحرات، الحرتين. قال يا رسول الله، أعلى من هو أفقر مني؟ والذي نفسي بيده، لا أجد بين لابتيها، بين حدود المدينة، بين شرقها وغربها، من هو أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال أطعمه أهلك. وهو عاص جهارا نهارا ومعترف بمعصيته، يظهر مثلا إليه ويتصدق عليه ويعينه أن يكفر عن معصيته، لا يغرقه. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل لأنه مأمور بالدعوة، والذي نفسي بيده، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لو شكلنا الله أن يرسل عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أنت مأمور، لكنك لست مأمورا للاستعلاء على الخلق، ولست مأمورا لإيذاء الناس، ولست مأمورا لتخرجهم من الدين والملة والمنهج، وإنما مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل إصلاحهم، من أجل ألا تتركهم فريسة للشيطان يأكلهم. ولذلك كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يدعى بعبد الله بن حمار، صحابي صحابي، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظماء، كان مدمنا للخمر، كان مدمنا للخمر، يؤتى به فيجلد أو يضرب، ورد في البخاري وفي مسلم كذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل في حد خمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد، وبعد أن قضي الأمر ومضى قال أحدهم في روايتين أخزاه الله، أخزاه الله، فضحه الله، وقال الآخر لعنه الله لكثرة ما يؤتى به، كل يوم الثاني يجلد ويؤتى به ويجلد. ما هذا؟ عاصم؟ عاصم شارب خمر؟ شارب خمر. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال هذا: لا تلعنه يا خالد، لا تفعل، لا تلعن، شارب خمر. كم نسب نحن شارب الخمر؟ نحن إن وجدنا أحدا قد أطال بنطاله قليلا أو قميصه قلبنا الدنيا على رأسه وفسقناه وبدعناه وضللناه وأدخلناه سقر وجهنم والجحيم والنار وويل وغي. قال يا خالد: لا تفعل، لا تلعن، إنه يحب الله ورسوله، إنه
يحب الله ورسوله. هذا تشجيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فبدلا من ضربه وإيذائه وشتمه وفضحه نعاملهم بالرفق واللين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم. أنت إن واجهته بالمعاصي وشتمته وفسقته وبدعته ماذا سيقول لك؟ خربت مارضة، عرف عني أني شارب خمر، عرف عني أني كذا. أنت بفعلك هذا تشجعه على المعصية. ولذلك إن كنت في شارع أو في حانة أو في مكان أو في زاوية ورأيت مسلما متلبسا بمعصية فغض نظرك وأدر وجهك وكأنك لم ترى، لكي لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لأنه إن رآك قد مضيت ولم تره وظن أنك لم تره سيقول: الحمد لله ما رأيت، المرة القادمة تستر أفضل. ولكن إن واجهته كشفت وكشفت، يبدأ الآن يجاهر بالمعصية ويزيد في المعصية. لذلك ربنا عز وجل وإن كان قد أمرنا بالدعوة إلى الله عز وجل آمين بالمعروف وناهين عن المنكر، إلا أنه أمرنا بأمر عظيم، أمرنا أن ندعو بالحكمة، وقدم الحكمة على العلم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فقدم الحكمة على الموعظة، والموعظة هي العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. لكن إن أسأت ذلك نفرته عن الدين والنبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما الأشعرية رضي الله عنهما إلى اليمن، قال: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا منهم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم ولكم، استغفروا فإنه هو المستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمر كله، وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، ولم يعط أحد عطاء أو لم يعط أهل بيت عطاء مثل الرفق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من العنف والفحش والشدة حتى مع غير المسلمين. يدخل اليهود كما ورد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا محمد السلام عليك، أي الموت عليك. فتغضب عائشة رضي الله عنها وتقول: السلام عليكم يا إخوان القردة والخنازير. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة ما لا تفعلي، إن الله لا يحب الفحش والتفحش، عليك بالرفق واللين. قالت: يا رسول الله أنا سمعت ما يقولون. قال: يا عائشة أنا سمعت ما قلت، قلت عليكم إن الله يبغض الفحش والفاحش المتفحش، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فإذا كان هذا مع غير المسلمين فكيف مع المسلمين؟ عباد الله، ترفقوا كونوا رحماء كما قال الله عز وجل: رحماء بينكم، كونوا رحماء فيما بينكم، فإنكم ولن تلتقوا بأحد ولن تعيشوا مع أحد هو أشد وأعظم غلظة وأغلظ رقبة
من الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بعث في أعظم الخلق شدة وبأسا وغلظة وكفرا وفجورا. بعث في القرشيين الذين كانوا يفعلون من الفواحش ما لا يعلمه إلا الله، ماذا يقول الله لهم؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بالغلظة والفظاظة والتبديع والتفسيق والإخراج من المنهج ينفض الناس من حولنا ولا نصل إلى مبتغانا من الدعوة إلى الله حتى نعبد الخلق لرب الخلق سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالهداية والعلم النافع. اللهم علمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن واجعل خلقنا من القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا قرآنا نمشي على الأرض. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وانفعنا منه بما علمتنا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الرأفة واللين. اللهم ارزقنا الرأفة واللين. اللهم ارزقنا الرأفة واللين. اللهم اصلح لنا في زوجاتنا، واصلح لنا في ذرياتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم يا رب العالمين اصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الفتن والبلاء والغلاء. اللهم اصلح ولاة امورهم. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين. اللهم وفقهم الى ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، واصرف عنهم البطانة الطالحة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وسع علينا في مسجدنا هذا. اللهم وسع علينا في مسجدنا هذا.